السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نرجع مرة نهضر على اسم من اسماء الله الحسنى. وفقط كتذكير بان علاش حنا كنهضروا على اسماء الله الحسنى وعلاش الانسان خصو مثلا يدرسها ويعرفها ويفهم كل اسم، فهي من باب الدعاء ومن باب العبادة او التعبد الى الله بها. يعني الانسان يعرف اسم من اسماء الله الحسنى، يعرف المعنى ديالو، يعرف كل اسم الموقف اللي كيكون خصو يستحضر فيه مثلا هذاك الاسم. بحال ملي كنهضروا على اسم الله المؤمن كنقولوا اللهم امني، امني يعني من الامان، يعني الانسان يستحضر مثلا شي لحظه خوف، او مثلا احنا في هذا الوباء خص الانسان دائما يدعي باسم الله المؤمن باش يحفظه ويامنه من اي حاجه. فهاد الشيء علاش كان احنا كنقراو اسماء الله الحسنى. اللي بغيت نقول لكم هو اليوم ان شاء الله عندي اسم الله القريب. اسم الله القريب اسم ورد في القرآن 3 مرات وجاء بمعنى في أكثر من آية، مثل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه الآية في سورة قاف الآية 16. معنى اسم الله القريب، قال الشيخ السعدي: القريب أي القريب من كل أحد، وهناك نوعان، قرب عام وقرب خاص. نوعان من القرب عام لكل المخلوقات بعلمه وخبرته وإحاطته، وقرب خاص لعابديه وسائليه ومجيبيه. سبحان الله، يعني قرب عام وقرب خاص. والقرب له آثار، فاش كيكون الانسان قريب من الله كيكون عنده واحد الآثار اللي هي كيكون العبد، يعني القرب له آثار مثل لطف الله بعبده وتوفيقه له وإجابته دعوته. سبحان الله العظيم، إنسان إلا كان قريب من الله فربي تستجب ليه الدعوات ديالو وتوفقه في حياته. كيف نتعبد باسم الله القريب؟ اسم الله القريب، أولا المحافظة على النوافل بنية التقرب إلى الله. إنسان يكون العبد قريب من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في السجود كان يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. دعاء آخر: اللهم اغفر لي ذنبه كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. ذكر الله في جوف الليل الآخر. ترك ما يبعد عن الله، يعني إنسان يبعد على أي حاجة كتعصي الله، فما يمكنش أنت تكون قريب من الله وأنت تعصيه، فهذا لا يعقل. الدعوة إلى الله، يعني إنسان دائما كيعرف شي حاجة، أقل حاجة إنسان كيعرفها يحاول يوصلها لواحد الإنسان اللي ما عارفش أو جاهل، أو بالعكس راه كتنور ليه الطريق وكتاخذ أجر كبير. الدعاء بالصدق وبإخلاص وحضور القلب، والاستشعار أننا فقراء إلى الله، فالإنسان فقير إلى الله، إحنا محتاجين ليه، هو راه ما محتاج لينا في والو، هو في غنى عنا ولكن إحنا محتاجين ليه. فداكشي باش الإنسان خصو دائما يحاول يكون قريب من الله. ما غاديش نطول عليكم، فهو باقي ليا شي حاجة قليلة إن شاء الله. سبحان الله، العبادة ديال قيام الليل أو ذكر الله في جوف الليل، ماشي بالضروري الإنسان ينوض يصلي، ولكن الإنسان ممكن ينوض يتوضأ ويدير تسبيح، يدير تهليل، يدير تكبير، يدير يعني استغفار، ماشي ضروري صلاة في حد ذاتها، وإنما أي ذكر، فالدعاء ذكر، صلاة ذكر، يعني أي حاجة. صافي، من اثار الايمان باسم الله القريب، فالانسان فاش كيكون قريب من الله سبحان الله يشعر بسكينة القرب من الله القريب، استشعار قرب الفرج وحسن الظن بالله. فالانسان سبحان الله فاش كيكون قريب من الله كيحس بواحد السكينة، كيحس بواحد الراحة، كيحس بواحد الطمأنينة. سبحان الله، استشعار قرب الفرج وحسن الظن بالله. فالانسان المؤمن القريب من الله، فقلت لكم بان الانسان اللي كيكون قريب من الله فاكيد الانسان واخا تصيبو اي مصيبه تيكون عنده داك اليقين ان الله اكيد غيفرجها، فرجه قريب، وغيكون عنده واحد حسن الظن بالله، ما يكونش دائما يائس من الحياه، قانط، يقول ما كاينش الخير، يقول ما لا، دائما الانسان المؤمن، الانسان المسلم تيكون عنده يقين بان الله فرجه قريب، وان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. سبحان الله، فالإنسان دائما كيكون عنده يقين بأن الله غيفرجها، بأن الله غادي يكتب عليه مكاتب الخير، كيف ما كان هذاك المكتب فهو أكيد فيه خير ليه.
ثالث حاجة وهي الأخيرة، الخوف من الله القريب. الإنسان ملي كيكون قريب من الله كيستشعر أنه يكون عنده الخوف. هذيك القضية ديال الخوف هي اللي كتخلي الإنسان ما يرتكبش المعصية، ما يدير شي حاجة اللي كتأذي هو المسلم، ما يدير حتى شي حاجة اللي كتعرف بأنه هو منين قريب من الله فالله عارف مثلا أي حاجة هو كيديرها. فكنتمنى إن شاء الله، هو درس خفيف ولكن سبحان الله، الآية اللي معروفة مشهورة في سورة البقرة، الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله، هذيك الآية كتوريك وكتعرف أنك قريب من الله أو الله قريب منك. فكنتمنى إن شاء الله نكون قرب من الله ويستجب دعواتنا ويوفقنا في حياتنا إن شاء الله. صافي، كنقول لكم هنا الفيديو كيسالي، كنقول لكم السلام عليكم، في أمان الله.